للحديث عن أزمة الفساد في قطاع التعليم العالي في العراق معنا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، بداية مرحبا بكم. نقابة الأكاديميين في العراق تؤكد أن التصنيفات التي تتنافس عليها الجامعات العراقية هي في الغالب وهمية. ما الذي أوصل الأمور إلى هذه النقطة؟ نعم، شكرا لكم. يعني حقيقة من يعني معلوم أهمية التربية والتعليم في كل دولة من الدول، ولا شك أنه من يريد أن يبني دولة عليه يهتم يعني المدارس والجامعة، وإلا فإن النتيجة الحتمية للأمور ذاهبة إلى نهايات غير طيبة. والحالة الموجودة في عموم العالم، ليس فقط في قطاع التعليم، هي جزء من الحالة غير الصحية القائمة في البلاد بعد عام 2003. وبالتالي نحن كنا نسمع حتى في مرحلة يعني نهايات العشرينات وبدايات عام 2003 بدأت في العراق يعني ما يسمى كتابة البحوث للآخرين، وبالتالي مع الأسف هذا الأمر يعني مؤثر ويقود إلى نهايات مزعجة ونهايات حرجة في مستوى التعليم. أين رقابة وزارة التعليم من وجهة نظرك دكتور جاسم؟ يعني نقابة الأكاديميين تكشف عن وجود نحو 600 مكتب لبيع شهادات الماجستير والدكتوراه، يعني عندما يحددون هذا الرقم أي أن هذا الرقم موجود، يعني أين رقابة وزارة التعليم العالي عن هذه المكاتب، عن هذه الأطروحات التي تخرج منها؟ طبعا مع الأسف هو هنالك أطروحات هي تتناول مواضيع هزيلة ومواضيع غير مثمرة، وتعلم أنه يفترض بالمادة المطروحة لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه أن تقدم شيئا جديدا أو أن تضيف يعني ما فيه خدمة للمجتمع. ونتابع مع الأسف يعني طروحات في الماجستير والدكتوراه بمواضيع يعني يمكن أن نسميها هي نوع من الخداع الأكاديمي، وعليه من يعني يفترض بالحكومة أولا ثم وزارة التعليم ثانيا أن تتابع مثل هذه الأمور، لأننا لا نتحدث عن مجرد شهادة مزورة أو يعني شيء غير أكاديمي. يعني لو فرضنا يعني نتحدث مثلا عن جانب الشهادات الطبية أو الشهادات في الفيزياء أو الشهادات في الكيمياء أو أي نوع من أنواع العلوم المختلفة، هذا يعني أننا نتحدث عن تخريب لهذه القطاعات، وبالتالي يفترض العناية بالمستوى العلمي من أجل أن يتمكن الباحث وطالب شهادة الماجستير والدكتوراه أن يقدم الأفضل إلى الكلية وبالنتيجة إلى المجتمع، وهذا الأمر مع الأسف غير موجود، وبالمحصلة نكون أمام حالة من الشكليات العلمية لكن في واقعها مع الأسف هي بعيدة عن العلم وبعيدة عن نعم. أيضا هناك من يصف مخرجات نظام المحاصصة في العراق وتأثيراته على التعليم العالي وواقع التعليم، وجود نحو 70 جامعة أهلية في العراق مع قلة طبعا الجامعات الحكومية، يعني هذا الأمر رجحه البعض إلى وجود سماسرة ووجود من يحاول أن ينفذ عمليات غسيل أموال من خلال هذا الأمر. يعني يا ترى ما تأثيره على الواقع التعليمي في العراق الذي يعني يشهد له العالم بنظامه التعليمي في الثمانينات وفي السبعينات؟ معلوم أن التجارة في التعليم هي تجارة عالمية، ولكنها في العراق لم تكن رائجة قبل عام 2003، وبعد عام 2003 بدأ الرواج في المدارس الأهلية.
ثم بعد ذلك تفاجأنا بوجود هذا الكم الهائل من الجامعات الأهلية، وبالتالي هذه الجامعات خفضت من الشروط لقبول الطلبة، وهذا الأمر يؤثر بلا شك على المستوى العام على التحصيل العلمي للخريج وعلى المادة العلمية التي يتحصل عليها من الدراسة، وكل هذه الأمور تقود بالنهاية إلى عدم وجود ثمرة حقيقية للشهادات. هنالك نسبة غير قليلة من الموظفين كل ما يعنيهم هو كيفية الحصول على الشهادة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه من أجل تحسين مستوى الراتب فقط، ليس الغاية فقط هي أن يدخل إلى الجانب الأكاديمي وأن يسعى لخدمة التخصص الذي هو فيه، لكن مع الأسف القضية أصبحت في الغالب ولا أقول بالعموم هي قضية تتعلق بالجانب المادي وتتعلق بالمخصصات المهمة لشهادتي الماجستير والدكتوراه. طيب أخيرا دكتور جاسم، كما هو معلوم أن المؤسسات التعليمية وخاصة مؤسسات التعليم العالي هي تهيئ الطلاب وتنمي مهاراتهم وتنمي قدراتهم وتتحفهم بالمعلومات من أجل أن تهيئهم وتجهزهم إلى سوق العمل وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية. هل هذا الأمر موجود، التنسيق ما بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ هل التنسيق موجود مع مؤسسات القطاع الخاص الإنتاجية في الواقع العراقي، أم أن الأمر فقط مرتبط براتب اسمي وليس هناك إنتاجية؟ ما الفائدة إذن من هذه الجامعات؟ القضية مع الأسف هي قضية دولة لديها موارد نفطية، والغالبية العظمى من هذه الموارد تذهب إلى الرواتب، والغالبية العظمى من الموظفين ولا أقول جميعا هنالك بطالة مقنعة في العراق. مع ذلك هنالك آلاف الخريجين سنويا، والغالبية من هؤلاء يبحثون عن تعيين، وتعلم جنابك أنه أي دولة بالعالم لا يمكنها أن تستوعب هذا الكم الهائل من الخريجين، وبالذات في الحالة العراقية بسبب واحد وهو ضمور أو ضعف أو هشاشة القطاع الخاص العراق بعد عام 2003. وبالتالي لو كان هنالك قدرة على إنعاش القطاع الخاص في العراق لتمكن القطاع الخاص من مساعدة القطاع العام في استيعاب الخريجين وبالتالي القضاء على حالة البطالة المقنعة الموجودة اليوم، وهذا الأمر كله بسبب غياب التنسيق ما بين وزارات التخطيط والتعليم العالي والتربية وغيرها من الوزارات ذات علاقة. وبالمجمل أظن أن الحكومة هي المسؤولة عن هذا الأمر، يفترض تشكيل لجان قادرة على توجيه القبول المركزي ضمن احتياجات الدولة وليس ضمن المعدلات. شكرا جزيلا دكتور، من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لكم.